نروح بقى لمراسلنا محمد توفيق من أرض المباراة ولقاءات ما بعد المباراة. تحياتي ليك يا توفيق، تحيات كابتن محمد حشيش وأيضا الدكتور أحمد ثابت، اتفضل. مساء الخير كابتن اسامه، تحت حضرتك كابتن محمد حشيش، دكتور احمد ثابت وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبروك ثلاث نقاط جديده لفريق النادي الاهلي مواليد 2003، يستقر بهم على قمه صداره المجموعه وقمه الدوري العام او قمه دوري الجمهوريه مواليد 2003 بعد الفوز طبعا في المباراه الاولى امام بلديه المحله بهدف مقابل شيء، والنهارده اداء ولا اروع والفوز على الجونه باربع اهداف مقابل شيء. معانا عقب المباراه كابتن محمد شرف المدير الفني للفريق. كابتن محمد، يعني الف مبروك الفوز، استمرار لادائكم القوي ومجموعه مميزه جدا من اللاعبين، والفوز 4-0 النهارده على فريق قوي زي الجون. الحمد لله، طبعا نحمد ربنا على الاداء وعلى النتيجه، وده استكمالا للمشوار اللي هم ابتدوه. يمكن احنا من السنه اللي فاتت بعد ما حصلنا على البطوله كان في تعليمات من كابتن الخطيب ان احنا نستمر في التدريبات، وخدنا افضل عناصر من 2003 و2005 و2006، اشتغلنا فتره الاجازه كلها كنا بنتمرن، وكانت يعني خدت ثمارها ان زعلوق ومعتز مع كريم الدبيسي ورأفت ومخلوف مع الفريق الاول. ف يعني احنا مستمرين، يعني يمكن حاولنا ندي راحات متقطعه للعيبه، يعني اللي بياخد اسبوع كده كده كنا شغالين، لكن حاولنا نوزع الراحات عليهم. الحمد لله ان احنا دخلنا في فورمه المطوشه بدري، ودي حاجه انا كنت مستني بعد ثالث او رابع ماتش نبتدي نخش في الفورمه. النهارده الحمد لله الاداء يعني راضي عنه، طبعا النتيجه كمان الاجوان بتخلي الاداء احسن، لكن يمكن ماتش البلديه ويمكن انا يعني كان ادائنا احسن من النهارده، ضيعنا فرص كتير. النهارده كنا مأكدين على التارجت ان انا اجيب جون، هو ده الاهم. احنا بنلعب لعب كويس وبنحضر وبنستحوذ عشان في هدف ان احنا لازم نوصل لجون. ان شاء الله باذن الله يكون موسم خير، ويعني الحاجه الاهم اللي انا طبعا بعاني منها في مع السن ده حته ان هو عايز يلعب درجه اولى، ان هو جاي لهم كلهم اعارات للدوري الممتاز، لكن احنا اتفقنا على حاجه ان انت طول ما انت كويس هيبقى في فرصه في الدرجه الاولى، هيبقى الاعارات بتاعتك بدل ما هو نادي مثلا من الكاتيجوري اللي تحت هيبقى نادي افضل، فاعمل اللي عليك. وانا شايف ان هم كلهم مركزين الحمد لله، وبدليل ان بقى لنا ماتشين اداء فترات كبيره جدا اداء كويس سواء هجومي او دفاعي. وجود اكثر من عنصر زي ما حضرتك قلت كابتن محمد في الفريق الاول ده، شايف ان هو بيساعدك في تحفيز الولاد ان هم بيبذلوا اكثر مجهود عندهم الفتره دي؟ اكيد طبعا، يعني هو كان قريب منهم وكان بيلعب معانا السنه اللي فاتت، يعني شقيوا معانا كتير رأفت وكريم الدبيسي ومصطفى مخلوف، لعب الموسم كامل معانا وسماره ان هو بقى في الدرجه الاولى. زعلوق خد معانا الفتره الاخيره وكان بيأدي بشكل كويس، كان مصاب ودخل معانا اتمرن، كل دي بتديهم ان الدنيا قريبه ان انا اقدر اكون في وسط المجموعه. وهي يعني انا دايما بقول ان هي كلها بتبقى تتابير ربنا سبحانه وتعالى، انت اعمل اللي عليك وربنا سبحانه وتعالى هيديها لك في الوقت اللي شايف ان انت، لكن دايما اعمل اللي عليا، اتمرن كويس، اجتهد، اخد كل مباراه بجديه. يعني انا يمكن اللي بسطني ان احنا لاخر دقيقه بنحاول برضه الفورمه، انا ما اقدرش يعني ادوس ان احنا لسه الفورمه بعيده، فورمه المطوشه، لكن ان شاء الله جاي. فهو برضه تفكيرهم مشتت، انا ما بين ماتش وما بين ان انا عايز اروح منتخب والاولمبي والدرجه الاولى، وفي رغي من وكلاء وانديه وفي فاكسات مبعوثه ليهم، لكن في الاخر برضه احنا مزنوقين في حته السبع لعيبه الاعارات بس. فدي طبعا بتبقى داخل فيها طبعا الفريق الاول مستر كولر، مين اللي هيطلع اعارات. ف اعمل اللي عليك وممكن في يناير او في السنه الجايه او ممكن انت تلاقي نفسك في الدرجه الاولى. فبيبقى الكلام نفسي اكتر ما هو كوره، واكتر ما هو لان انت عارف السن ده خلاص هو ده مستقبله، عايز يعرف هو فين. فان شاء الله باذن الله قريبه. وفي الاخر انا بقول لهم ان دايما احنا كلنا اسباب، كنادي كمدربين كلنا اسباب ان ربنا سبحانه وتعالى يديك حقك. الحمد لله، وان شاء الله موسم خير علينا، ومبسوط قوي بيكم النهارده. اذاعه المباراه بقى على شاشه قناه النادي الاهلي، يمكن النهارده اللعيبه كلها كانت متفاجئه قبل المباراه ان المباراه مذاعه، ده اعتقد كان مخلي كمان يعني اذاعه المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي بيديهم حافز زياده كمان. اكيد طبعا، يعني حاجه جميله جدا ان يشوفوا الاداء وان هو يتشاف على قناه الاهلي، وجمهور النادي الاهلي يشوف اللعيبه ويحفظ اساميهم. انا من السنه اللي فاتت والناس بتقابلني بتكلمني على لعيبه بالاسم، اخبارهم ايه، احنا شايفين ان هم، فدي حاجه طبعا بتفتح لهم سوق كبير جدا. وبرده بتعرف جمهور الاهلي اللعيبه اللي هي الصف الثاني اللي في ظهر الدرجه الاولى اخباره ايه والدنيا. فالحمد لله ان ادائهم ده بيفرح الجماهير، يعني بقول لهم ان الموضوع مش مقتصر على اللي حوالين الملعب، لا ده ملايين
الاهلاويه بيستنوا الماتشات بتاعتكم بيتفرجوا عليها وبتتعاد مره واثنين وثلاثه، ودي حاجه كويسه ان انت لازم تادي بشكل كويس، لان في الاخر النادي الاهلي كبير وكل فرقه بتيجي بتطلع اقصى طاقه عندها. ما تفتكرش ان انت الفرقه لما النتيجه بتفتح ولا لا، ده بصعوبه جدا ان النتيجه تفتح 4 اهداف او مضيع زيهم فده لازم تبقى انت اشرس واخد المواضيع بجديه. فمبسوط طبعا بيكم وكابتن اسامه والاستوديو كله، ودي حاجه طبعا حافز ليهم، هم بيبقوا مبسوطين جدا لما بيعرفوا حاجه زي كده. طمنا بقى اخيرا يا كابتن على المصابين واهم الغيابات النهارده وخاصه المدافع محمد شرقي. والله احنا عندنا غيابات مع عدد برضو ان القايمه بتاعتي السنه دي 30، يعني السالفه كانت 35، اضطرينا نستغنى عن لعيبه كانت كويسه وكانت موجوده معانا السنه اللي فاتت، وصلنا للعدد اللي هو سايبين مكان او مكانين عشان الدرجه الاولى. فانا في دلوقتي متحمل معايا كريستو ورأفت وكريم الدبيسي ومصطفى مخلوف، دول مع الفريق الاول. فاحنا دايما بنشتغل في 20، فمش مستحمل ان انا حد يتصاب. عندي شرقيه مصاب، عندي كريم عثمان كابتن الفرقه مصاب، النهارده طعيمه راجع من اصابه، عندي عبد الله زدان اللعيبه كويسه راجع برده من اصابه. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نشتغل باللي موجود، 20 لعيب 22 لعيب، وان شاء الله باذن الله يعني موسم طويل، وان شاء الله باذن الله يبعد عنهم شر الاصابات، وان شاء الله شرقيه يبقى موجود من الماتش الجاي. كريم هو اللي مطول شويه بس. شكرا كابتن شرقي، نتمنى لكم دوام التوفيق باذن الله. شكرا.